السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت النهاردة كده أعمل لكم لايف. الحمد لله تم وصول شحنة من الرفيع التركي بأشكال وألوان عبارة عن أصناف كتير، وبرطمانات وهراسات وسكاكين جرانيت وكل حاجة، وإن شاء الله هنستعرض معاكم صنف صنف معاكم في اللايف عشان نوريكم الحاجة كده على الطبيعة، يعني أول ما الكرتونة تتفتح وتتفرجوا معنا. الله يا خالد، فتحنا اول كرتونه ورينا دايري لسه مش عارفين حتى. بسم الله الرحمن الرحيم. دي اول حاجه يا جماعه، اهي دي خلايه زيتون، شايفين يا جماعه في منها الوان، في اللون موف، في اللون ده، واللون الروز، تلات الوان. دي اول حاجه في الشغل الرفيع. نخش على الصنف اللي بعده. ده ايه ده يا خالد؟ وريني كده. بتاعت الرز. ايوه. قالب رز. ده قالب للرز. عشان اللي بيحبوا يعملوا مثلا الرز باشكال. كده قطعتين. ده الرز بيبقى عبارة عن اللي بيبقوا قطعتين مع بعض. بتبقى الرسمة دي، قطع الرسمة دي. القطع الرسمي دي وتوفر منها برضو الوان، يعني في الروز وفي اللي هو اللبني وفي الاصفر وفي الموف. طبعا انتم شايفين في الرسمه على التجلوك كمان. حاجه شغل جميل جدا بصراحه يا جماعه والله. والوانه كلها زاهيه وجميله جدا. ترى اللي بعده خالد. بسم الله الرحمن الرحيم. دي نشابة يا جماعة، شايفين نشابة. نشابة صغيرة متحركة وفي نفس الوقت سهلة جدا في الاستخدام، جميلة جدا، ويعني مش متعبة خالص، مريحة في الايد وحجمها معقول جدا. يعني الخشب بتاعها نظيف جدا جدا جدا. اللي بعده خالد. ده يا جماعة طقم معايير، المعايير اللي هي البسيطة جدا جدا جدا، اهي اللي هي الملي. انا شايفين كله طبعا واحد مختلف عن التاني، يعني هما كام مقاس؟ 1 2 3 4 5، خمس مقاسات. جبنا الحمد لله اطقم معايير، كل طقم مقاساته مختلفة عن التاني، عشان مثلا ايه لما تيجي تعملوا حاجة وعايزين تحطوا بالجرامات او الحاجات دي كلها متاح. والطقم برضو متاح منه لونين، اللون الروز واللون ده. اللي بعده يا استاذ خالد. دي علبة بوكليات زي ما حضراتكم شايفين اهو، الرسمة على الكرتونة. علبة خزان بوكليات جاي منها مقاسين، مقاس ده الكبير وجاي منها المقاس الصغير زي ما حضراتكم شايفين، وبرده لها الوان اهي ولها فتحة هنا اهي، تمام، وفي فتحة برده من الناحية التانية عشان برده تستخدمها زي ما انت عاوزة، ما تبقيش يعني مربوطة بفتحات معينة. في منها الوان زي ما حضراتكم شايفين، الروز واللبني والاصفر، واكيد في برده موف، وده بقى المقاس الصغير بتاعها، يعني ده الصغير وده الكبير. دي يا جماعة برضو كانت ناس كتير جدا بتسألنا على الفترة اللي فاتت، وكانت الشغل ده كان كله كان بقاله فترة غايب عننا، والحمد لله تم وصول الشحنة بالكامل بجميع أنواع. دي يا جماعة هرسة التوم،
هرست التومية يا جماعة زي ما انتوا شايفين، جميلة جدا. بنحط التومية زي ما انتوا عارفين هنا، او بروح هرسنا. وغير كده وكده بقى ايه، بنروح يعني قلبنا دي كمان هنا اهي، بالاسنان الاسنان دي بنقلي بقى كده، عشان ايه هي جامدة طبعا يعني، بسم الله ما شاء الله هي جامدة، مش عارف اشتغل بقى حتى بايد واحدة. المهم ان احنا في الاخر الاسنان دي بنجيبها على دي، عشان لو في اي حاجة متحشة ولا حاجة بنروح مخرجينها بيها. وطبعا متوفر منها برضو الوان روز وموف واصفر. دي بقى يا جماعة زي ما انتوا شايفين ديت زي شوك كده، بيتاكل بقى الفروت سلطات والحاجات دي اهي، شايفين المنظر اهو. بيبقى كارت زي ما حضراتكم شايفين، بيبقى فيه كذا لون، بيبقى فيه الاصفر والموف واللبني والروبينك، بيبقى شكله جميل جدا. القطعه دي طبعا بتتغرز في الفروت سلطات وتتاكل كانها شوكه بالظبط. اللي بعده يا خالد، دي بقى يا جماعه حاجه كده لسه، حاجه كده فوق الجمال يعني، بصراحه لسه جايه جديده. طب كذا قطعة، افتح لي كده خالد معلش طبعا عشان اوريه لهم كمان من جوه العلبة. طقم كامل عبارة عن 5 قطع. اول حاجة قطعت بيتزا، لا والحاجة شكلها جميل جدا يا جماعة والله، ده وحامية. قطعت بيتزا، تاني حاجة فرشة للزيت، الحاجات دي خميتها جدا اقسم بالله روعة والله العظيم. انا عن نفسي منبهر بيها بامانه. ديات القشره اهي تمام، ودي مبشره وماسكه يعني ماسكتها برده مريحه جدا في الايد، اهي تستخدمها كده تحركي بيك بقى تبقى سريعه. ودي برده قشره بطاطس تانية، يعني عاملين لك واحده طوليه واحده ايه عرضي، عشان برده ايه يعني اللي يريحك تستخدميه اهي. في منه ونازل منه كمان لونين، اللون ده الرز زي ما انتوا شايفين اهو، طق 5 قطع في علبه واحده، نازل منه اللون اللبني ونازل منه اللون الرز. بصراحه شكله تحفه جدا جدا، والخامة تركي روعه فوق الروعه بامانه. اللي بعده يا استاذ خالد، ده بقى يا جماعه كوستر التركي الحامل السخن بتاع الحلال. بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما حضراتكم شايفين ده يا جماعه الحامل التركي بتاع الحلال. ومش بس كده يعني، مش مجرد تركي هو متاء التخين اهو، التخانه بتاعته، وغير كده وكده معطر يعني، اول ما بتحط عليه حاجه سخنه بيطلع ريحه ويعطر الجو. وده عاملينه بقى عشان لو احنا مثلا ما بتعرفش تطبخ ولا حاجه وحرقت الاكل فيغطي عليها يعني الجريمه بتاعتها. في منه طبعا المقاس الصغير والمقاس الكبير، وطبعا جاي منه تقريبا 3 الوان. الاسعار يا جماعه اللي بيسالوا على الاسعار، الاسعار لسه ان شاء الله هنحددها النهارده عشان الشغل زي ما حضراتكم شايفين لسه جاي، ولسه بنستعرض معاكم واحده واحده. وان شاء الله خلال فتره بسيطه جدا هنسعر الشغل وهنعرفكم كل حاجه باذن الله، وهننزل جميع الاسعار. دي بقى يا جماعه سلاكه للحوض، جايه بمقاس كده زقنطط كده وشكله كيوت خالص بصراحه، وجاي منها مقاسين، المقاس ده وفي مقاس اكبر يعني، دي في منها لون كمان لونين. بسم الله ما شاء الله خامتها كويسه جدا، في اللون ده وفي اللون ده، والله خامه كويسه جدا 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 زي ما حضراتكم شايفين اهو. ده المقاس الصغير، وفي كمان المقاس الكبير، هات كده خد المقاس الكبير بعد اذنك. وده المقاس الكبير بتاعه يا جماعه، يعني في مقاسات عشان طبعا زي ما حضرتك عايزه مقاس صغير، عايزه مقاس كبير اهو. الاسعار زي ما قلنا من يا جماعه من شويه، لسه ما سعرناش الشغل، احنا لسه الشغل وصل لنا حالا، وحبينا بس نستعرضه لكم كده لسه، حتى لو رصينا الشغل ولا اي حاجه، الشغل لسه محطوط قدام المحل عندنا، فحبينا ان احنا نشارككم معانا كل لحظه ايه بفتح المنتج يعني.
استاذه داليا بتسال عن المكان. المكان عندنا في دمياط في باب الحرس، مستشفى الجلديه سيدات الجمهوريه، تاني شارع بعد الصيدليه، معرض كريم للادوات المنزليه. رقم التليفون 010-950-3280. نكمل معاكم بقى يا جماعه. ده طقم معيار تاني غير الاولين احنا شفناه، مقاساته بقى اكبر، حتى مكتوب كل حاجه مكتوب عليها عشان حتى وانتي بتعملي بيه تبقى فاهمه كل حاجه. عباره عن 1 2 3 4 5، وشكله برضو يا جماعه يعني زقنطط كده، وشكله جميل جدا والله، شغله والله العظيم جميل جدا. وبرضو تقريبا هو مشكل الوان اهو، الوانه مختلفه. الكرتونه طبعا جايه لسه بنفتح قدامكم اهو. نزل كده يا خالد، دي بعد اذنك هات لنا صنف تاني. ايه ده يا خالد؟ ده معيار، ده معيار بقى يا جماعه، اللي هو بقى بتاع ايه، الحاجات الكبيره بقى زي ما حضراتكم شايفينه يعني. هو بسم الله ما شاء الله اكريليك وبيلمع، تحس ان هو مش اكريليك، تحس كريستال من لمعته. عرفنا كده يا خالد حاجه تانية. دي بقى يا جماعه ناس كتير كانت بتسال عليها الفتره اللي فاتت، وكانت خلصانه من عندي، وكان غصب عننا والله الشغل ما كانش متوفر، والحمد لله قدرنا نجيب الشغل من جديد. دي يا جماعه السكينه بالتركي، دي بتستخدم للتفال، عشان طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان ما ينفعش انك تستخدمي سكينه ستيل في التفال عشان ما يجرحوش. فاحنا جايبين سكينه بلاستيك شكلها جميل وفي نفس الوقت خامه كويسه وما تجرحش التفال، وجايبينها برضو بالوان جميله جدا. جايبين بلون الابيض واللون الاخضر، اخضر واللون البينك، حاجه جميله جدا 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 يعني. ما فيش حد طبعا هيستغنى عنها، لازم تكون عندك بدل بتستخدمي حله تفال لازم تستخدمي سكينه من دي. كده خالد خلصنا شويه رفاية، نخش بقى ايه على طقم التوابل النازله جديده. افتح لنا كده خالد طعم طعم بعد اذنك. بسم الله الرحمن الرحيم، ده اول طعم نفتحه بعد اذنك. كم قطعه؟ الطعم عباره عن 3 قطع. ده واحده هي الكبيره يا جماعه، حتى غطاها كده شكله جديد وجميل جدا. طبعا زي ما انتم عارفين برضو الخامه تركي. ده اكبر مقاس فيها، تمام. نجيب المقاس التاني، ده المقاس تقريبا مش عارف ده الوسط ولا الصغير بصراحه. ده الصغير خالد، طب طلع لي كده المقاس التاني. ده الصغير يا جماعه اللي في ايدي اهو، تمام. هاتوا يا خالد طلعهم لي كده جنب بعض هنا. يلا يا خالد بعد اذنك. ايوه هات لي بقى الكبيره جنبهم. اهي يا جماعه الطقم اهو، طقم 3 قطع، وتقريبا جاي منه اللون الروز كمان، يعني اللون اللبني ده اهو زي ما حضراتكم شايفين، طقم 3 قطع وجاي منه اللون اللبني واللون الروز اهو. لونين بصراحه احلى من بعض يعني. افتح لي كده خيط شكل تاني، احنا جاي لنا كذا شكل تقريبا، نفتح لنا كذا الشكل الاشكال التانية. حط ده على جنب دلوقتي. افتح لنا رسمة تانية، دي رسمة تانية اهي يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين اهو. خالي هنوقع الشغل قبل ما نعرضه ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ده طقم شكل تاني اهو يا جماعه خالص، حاجه برضو جميله جدا وشكل مختلف وغطا مختلف. الشكل ده برضو من الحاجات دي على فكره يا جماعه اول مره تنزل لسه الاشكال الجديده دي، ونازله بكذا يعني كل رسمه من دي جايب الوانها وطبعا اشكال مختلفه. كده احنا لحد دلوقتي عرضنا طقمين شكلين مختلفين من البرطمانات. هات لنا كده خد شكل تالت.
رامي هنا. التاني خالد في منه برضو الوان صح؟ كل حاجة كل رسمة جاية بألوانها مظبوط؟ تمام. تمام. افتح لنا الرسمة التالتة. بسم الله الرحمن الرحيم. دي رسمة تانية خالص يا جماعة. لسه قايل لحضراتكم دلوقتي كل باليتة من دي او كل عبوة جاية برسمة مختلفة وبألوانها. كل رسمة لها برضو ألوانها. وده برضو رسمة تالتة غير اللي احنا عرضناهم خالص اهم. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما حضراتكم شايفين اهم. هتلاقي خالد برضو الرسمة الرابعة عشان برضو نفرجهم جميع الرسومات معانا. على مهلك على مهلك. بسم الله الرحمن الرحيم. ده حاجات جميلة جدا وخامتها فوق الروعة. والأهم من كل ده إن هي خامتها أصلا تركي. يعني عشان طبعا الحاجات ديت لما بنيجي نجيبها بتبقى بنجيبها أنواع كويسة عشان تكون صحية معانا. لو لما نيجي نحط فيها توابل أو نحط فيها مهما كان أي حاجة بناكلها أو كده بتبقى عايزين حاجة صحية عشان ما تفعلش معاها. ده الطعم أهو يا جماعة. ده أكبر واحدة فيه. دي رسمة برضه رابعة ولا خمسة ما عنديش فاكر والله إحنا كده كام واحد. أهو ده العطا بتاعه أهو. تمام. ده أكبر حاجة. ودي المقاس الوسط ودي المقاس الصغير. هاتنا خد الباقي. ديت اللي هي الفلامانكو. بسم الله الرحمن الرحيم. ديت من اكتر الرسومات اللي بعشقها بصراحة. اشتري كده الكرتونة خد بعد اذنك. بسم الله الرحمن الرحيم. الرسمة دي يا جماعة برضو جميلة جدا. ودي تقريبا لسه معنا خد رسومات تانية ولا دي اخر رسمة؟ دي اخر رسمة نازلة اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. دي اكبر مقاس فيها زي ما حضراتكم شايفين. وعلى فكرة يا جماعة مقاسته كبيرة ومش صغيرة خالص. مقاسته جميلة جدا 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 وهتبقى مروحة معاك في الاستخدام. مش هتحكمك يعني ان انت تحط كمية معينة. هتحط زي ما انت عاوزه. دي الكبيرة خالص اهي. ودي الوسط ودي الصغيرة. وخامته زي ما احنا لسه قايلين يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. ازاز تركي والرسومات اللي عليه زاهية وجميلة جدا والوانه جميلة جدا 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 يعني بامانة. وكده يبقى احنا استعرضنا معاكم شوية شغل من الرفيع التركي والحمد لله. والعنوان زي ما انتوا حضراتكم عارفين احنا عنواننا في دمياط باب الحرس مستشفى الجلدية سيدات الجمهورية تاني شارع بعد الصيدلية. رقم التليفون 0195032380. لأي استفسار او اي حاجة كلمونا على الواتساب او على رسائل البيج. وان شاء الله الناس اللي سألتني على بسم الله الرحمن الرحيم على الاسعار. الاسعار يا جماعة احنا ان شاء الله خلال دقائق بإذن الله هنسعر الشغل وهنرص كل حاجة وهنستقبل طلباتكم ان شاء الله.